نحن يا جماعة الذهب اللي حسي طلع ده المفترض يورد للخزينة العامة ما لا يغل عن 11 مليار في السنة. عندنا معاه صمغة عربي يورد للخزينة العامة ما لا يغل عن 6 مليار في السنة. كم 17؟ كم 18؟ طب كم 18؟ 18 مليار دولار. 18 مليار دولار كل احتياجات اللي نحتاج لها في السودان. كل اللي بنحتاج له في السودان تعرفوا كم؟ 11 مليار. كل المحتاجين له لكل وارداتنا 11 مليار. السبعة مليار دي شتتوها في الصرافات، شتتوها في البنوك، اي زول داير دولار يمشي. الاحصائيات المتوفره عن ارصده محاسيب ورموز النظام السابق في ماليزيا فقط 64 مليار دولار. في ماليزيا فقط 64 مليار دولار. المبلغ ده أكثر من مديونية السودان المتراكمة كويس منذ أن عرف السودان الاستدانة ب 9 مليار دولار. نحن ديوننا كلها ما بتفوت ال 55 مليون دولار، ولكم أن تتخيلوا إذا كان هذا المبلغ موجود في خزائن السودان لسددنا ديوننا بجرد قلم. 1.6 من الميزانيه العامه، احفظوا الارقام دي والعم جوجل قاعد ممكن الناس يرجعوا له وبعدين امشي. 1.6 لكل التعليم في السودان، طباشيره، قلم، مسرح، مدرس، اي حاجه في 1.6 من ميزانيه السودان. 1.2 الصحه في كل السودان. مرضان، عيان، دكتور، طبيب، حقنه، شاش، عمليه، كله في 1.2. اجمع الرقمين ديل يدوك 2.8. اسمع الرقم ده كويس. القصر الجمهوري لوحده كان ياخذ 12% من ميزانيه السودان، يعادل التعليم والصحه 5 مرات براو. القصر الجمهوري بس كان يعادل التعليم والصحه 5 مرات صرف على هؤلاء العاطلين من المساعدين الذين لا يساعدون في شيء، ومن النواب الذين لا يعينون على شيء، ومن ذلك الرجل الذي كان يبذل اموال الشعب السوداني في الفرغه والمردوده. اذا الآن الحصل شنو؟ أول حاجة عملت طلع قرار بإلغاء ميزانية القصر الجمهوري ال 12% وتحويله إلى مجالات أخرى. انتهينا منه خلاص، ثاني ما في حاجة اسمها ميزانية القصر. وبالمناسبة امبارح سألت أحد الناس الكاري جوا القصر أدوكم شنو؟ قال لي وحاط الله غير الكركديه والشاي ما أدونا حاجة. اي يوم نحن بنتاخر فيه الناس بتجوع، اي يوم نحن بنتاخر فيه البلد دي ماشيه لهاويه، اي يوم نحن بنتاخر فيه الناس دي بتتعب زياده. نحن الثوره دي ما جات عشان تزيد رهق الناس، ما جات عشان تزيد رهق الناس، ما جات عشان تزيد رهق الناس، الثوره دي جات عشان تشيل العبء من كاهل الناس، الثوره دي جات عشان اي زول يلقى رغيف، الثوره دي جات عشان اي زول يلقى كهرباء، الثوره دي جات عشان اي زول يلقى مواصلات، الثوره دي جات عشان حياه الناس تتحسن، مش عشان نقضيها في لعب فارغ بتاع سياسه ما عنده قيمه، ما عنده قيمه، الاجتماعات وما بعرف شنو ونمرق من مكيف ونخش في مكيف وغيره، ده على حساب زمن الشعب السوداني، ده على حساب زمن الشعب السوداني، ده لازم يقيف الان. بقول لك والله زمن الاحزاب صفوف العيش. طبعا يعني حاجه عجيبه خلاص. انت عارف في زمن الاحزاب العيش فيه صف ليه؟ لانه اي زول بيقدر يحصل على العيش. عارف السكر فيه صف ليه؟ لانه سلعه كانت لجميع المواطنين، لانه الدوله كانت بتدعمها. لكن الليله العيش ما فيه الصف، لانه العيش او الخبز ده بتاع القمح ده بيحصل عليه 25 او 30% من المواطنين، عشان كده ما في زحمه. ولانك انت ما عارف الناس اللي ما بيجي يقفوا في الصفوف، لانهم ما عندهم قروش، ممكن يقف في الصف لحد ما يصل الشباك او يعمل شنو ثاني. لكن زمان كان لا، كان ممكن يجي يحصل عيش، عشان كده كان في صف بتاع عيش، وكان في ازمه بتاعت بنزين، وكان في غيره. انه المدنيه يا اخي يا الشعب. انه هو المدنيه يا اخي يا الشعب، الشعب السوداني ده اصله لا داير حرابه، لا داير عدم استقرار، لا داير يضيع زمنه، داير نحن نبدا مسيره البناء ونمشي لقدام. والا لما كان القروش اللي جوه في عماره
112 مليون و700 ألف دولار ما كان تبقى للمؤتمر الوطني، وين 20 مليون دولار اللي جوه تحت سريع عمر البشير في قصر الضيافة، وين القروش اللي جوه عين الصايم ديمة في مسجده النوبة فوق والله فوق وبيتكلموا عنه وتحت في المعتقلات بتاع التعذيب وقروش مرصوصة، وين لما كان القروش بنبوض معناه في آخر الوطن في التمازين، وإلا لما كان ورونا إنه هذا المخلوق اللي اسمه عوض الجاز عنده 64 مليار دولار ونحن مطلوبين دين في رقبتنا 54 مليار نكفي ديننا وصدقون 10 مليار. يا أخي الناس ديل مسكونين ولا شنو؟ بني آدم ما بيشبعوا الناس ديل، بني آدمين ديل ما بيشبعوا. ستغوت الفترة الانتقالية حكومة كفاءات حقيقية، ليس هنالك محاصصة، وأنا باسم قوة إعلان الحرية والتغيير أقول لكم صراحة ما في أي محاصصة حزبية والحس وطن. لازم إحنا نتواطأ على حكومة تكنوقراط ذات كفاءات ومهام محددة. لازم نتفق إنه ما في حزب سياسي في السودان يتولى أي منصب إلا إذا تم انتخابه له، لأنه بصراحة إذا أنت عايز تمارس فترة ديمقراطية رشيدة أترك الأحزاب السياسية تهيئ نفسها للممارسة وأترك السلطة والإدارة الانتقالية إلى كفاءات ما عندها مصلحة من السباق بتاع الانتخابات القادمة. لازم نجيب حكومة كفاءات تكنوقراط ما عندها أي حسابات سياسية، ما عندها أي مصلحة من السباق ما بعد أبريل. ده في السودان من ناحية فنية ومن ناحية سياسية ومن ناحية إدارية، ما في أي جهة في السودان مؤهلة تعمل هذا الكلام إلا حكومة كفاءات تكنوقراط ما عندهم أي مصلحة. ومشينا أول خطوة في الدرب الطويل، جاتك كفاءات يا وطن تتسدر الحمل التقيل، جوك الولادة اللي بيشبهوك حضرت حكومة محمد. ما حيحصل إلا ما يوقفكم، لن يحدث في غرف التفاوض إلا ما يعبر عن آمالكم وعن طموحاتكم في أنه تتحقق كل أهداف الشعب السوداني، تتحقق دولة مدنية، دولة تتمتع بالسلام، يتمتع مواطنيها بالعدالة، بالصحة الجيدة، الخدمات الصحية متوفرة للجميع. لا يمكن الحديث مع برهان وحميدتي وصلاح عبد الخالق وياسر عطا وهؤلاء المتورطين في الدماء، لكن نحن اليوم لو وصلنا لاتفاق مع برهان أو وصلنا لاتفاق مع حميدتي كيف نحن نقول للشعب وكيف نحن نقول لأهل الشهداء إنه هؤلاء الناس الذين قتلوا أشقانا وهم صايمين ورموهم في البحر كيف نحن حنضع يدنا مع يدهم ونطلع من عملية سياسية؟ International law حاليا في نظامين في نظام أساسي للمحاسبة قائم على المسؤولية الفردية، مسؤولية الأفراد، يعني إنه المحكمة الجنائية الدولية بتحاسب عن جرائم الحرب وجرائم الموجهة ضد الإنسانية بالنسبة للأفراد، وده بيقودنا للحديث عن القادة اللي بيقودوا ميليشيا الجنجويد وقادة القوات المسلحة، إنه هم ممكن يعني ترفع ضدهم قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودي مسألة بتتوقف على إمكانية تصنيف الأفعال اللي بيقوموا بها حاليا بأنها هي واقعة تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هل هي جرائم موجهة ضد الإنسانية ولا جرائم حرب، وهي جرائم موجهة ضد الإنسانية زي ما تكلمنا قبل. اليوم في الأبيض نقطة أخيرة في تاريخ هذا المجلس العسكري، إما بكرة يقدموا لنا الناس اللي ارتكبوا المجزرة دي ويقبضوا عليهم وتقديموا لمحاكمات، أو فتذهب المفاوضات وليذهب المجلس العسكري وتجمع المهنيين وهو إعلان الحرية والتغيير في التحقيق.
الله على الدمار يا اسود يا مدام يا اولاد الحرام يا اسود يا مدام يا اولاد الحرام يا اسود كل من له يكفي فضل الاعتصام يا اسود والعمليات يا اسود الجيش مغتصب النساء يا اسود يا جنة كل البلد يا اسود